لا تنقص أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضايا لوضعها في شعاراتهم وهتافاتهم، لكن الوضع الراهن أعطى أكثر الأنصار ولاء قضية جديدة، الدفاع عن الشرطة. مقتل جورج فلويد سلط الضوء على علاقة الشرطة مع الأقليات، والمظاهرات التي تلته باتت أكبر من أن يتم تجاهلها. ثم بدأ حراك يطالب بتقليص موازنات أجهزة الشرطة لا بل وإلغائها، وهذا ما اعتبره أشد أتباع ترامب خطا أحمر. فكما يقولون، الحزب الجمهوري هو حزب العدالة والقانون، وبالنسبة لأنصاره فالشرطة جزء لا يتجزأ من نظام العدالة وآلية فرض القانون. الخطة المطروحة لتقليص أجهزة الشرطة تقترح استبدالها ببرامج اجتماعية وتوعوية تستهدف تحقيق الأمن وتقديم الدعم للمجتمعات. بالنسبة للمتحفظين، إنها فكرة متشددة من تيار ليبرالي متشدد. وما يقلقهم هو أن مينيابوليس، بؤرة الاحتجاجات، صوتت بالفعل على حل الشرطة في المدينة وإعادة هيكلة نهجها تجاه الأمن العام. هكذا تحولت مسألة الشرطة إلى قضية محورية بالنسبة للناخب الجمهوري، باتت مهيئة للعب دور كبير في المواجهة الانتخابية الرئاسية. أرفد الجنابي، العربية.